الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلها واحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحدا. رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب، ولانت لجبروته الصعاب، ولانت من أجله شدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله، صفيه وخليله، حبيبه ومصطفاه، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا. فأشهد وربي أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وتركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى لقاء رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني وأجارني الله منها وإياكم. أما بعد، إذا كان السماح إليك يعزى فحاشا بالذي قربت أجزى، وذا فقري إليك أراه كنزا، ومما زادني شرفا وعزا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، على مأمول رحمتك اعتمادي، دعاني للجرأة والتمادي، وأطمعني الرجا بك لاعتقادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. معاشر الأحباب والأصحاب، إنكم قد علمتم أن الله نهى عن المعاصي، وذكر أنها سبب المآسي، وتجعل القلب قاسي، ولا يفلح العاصي، ولا يكون مقرباً بل القاسي. قال ربنا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً. كيف ترجى الآخرة بلا عمل؟ وكيف تكون التوبة لمن طال به الأمل؟ لماذا تتكبر أيها الإنسان؟ وسوف تأكلك الديدان. لماذا تطغى وفي القبر ستلقى؟ لماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ يا عباد الله، قد أتى على هذه البسيطة أقوام وعمروها أعوام، فنبذوا ما جاءهم عن خالق الأنام، واختاروا الكفر على الإسلام، وعكفوا على عبادة الأوثان والتماثيل والأصنام، واستحسنوا الذنوب والآثام، فعمهم الله بالهلاك والانتقام. قال ربنا: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
خل الدكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع وكم خطا حثثتها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعبي ومرتعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم ركضت في وكم غمصت بره وكم أن أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحدى المرقع وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب في عهده المتبع فالبس شعار الندن واسكب شآبيب الدن قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع المعاصي عواقبها وخيمة ونتائجها شديدة أليمة وهي في الأولى والأخرى مهينة وللخيرات والبركات مزيلة ولعذاب الله وعقابه موجبة فاجعلوا بينكم وبينها وقاية قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والحديث عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أولى بنا سفح الدموع وأن يجلببنا الحزن أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن فأمامنا سفر طويل يأتي بعده السكن فإما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن أقسم ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن فلما التلون والخداع لما الدخول على الفتن أيها المبارك قال لقمان رحمه الله تعالى إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه أناس كثير فلتكن سفينتك تقوى الله يا عبد الله كف عن المحرمات واجتهد في الطاعات وتابع الحسنات وإياك والانشغال بالمنكرات وأعتق نفسك من اتباع الهوى والملذات تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد وعلمت أن ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بدم واحد قبورنا تبنى ونحن ما تبنى ليتنا تبنى قبل أن تبنى يا عباد الله أهل العصيان والتمرد والطغيان لهم في الدنيا الخيبة والخسران ولهم في الآخرة عذاب وخزي وهوان ولا يرى يوم القيامة فيهم مستبشر وفرحان بل كل واحد منهم حزين وندمان قال ربنا يحدثنا عن شأنهم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوال
يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأنار قبره قبل أن يسكنه، وأرضى ربه قبل أن يلقاه، وصلى لله وحقق تقاه، وحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فإن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. يا من وقع في المعاصي وتمادى وتجرأ على الله ثم تعالى، ولم ينكسر ويعترف ويستغفر، أولى لك ثم أولى. قال ربنا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما ذلك منه استدراج. إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستقيم، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم متين، وبان الحق وانكشف الغطاء، وقال الويل واتصل العويل. التوبة عودة العقل وقلب إرادة من الخطأ إلى الصواب، ومن السفه إلى الرشد، ومن الجهل إلى الحكمة، ومن الكبوة إلى النهضة، ومن الموت إلى الحياة. يا عباد الله، أهل العصيان إذا وقفوا بين يدي خالق الأكوان تشهد عليهم الجوارح والأركان، كذلك الأرض واللسان، ويخذلهم الذي غرهم أعمى الشيطان، ثم يكبون في النيران. قال ربنا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح؟ وأعجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضح؟ كيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز؟ كيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ من كان في هذه الدنيا عن الله معرضا، وفي جنب الله مفرطا، وعن الطاعات مقصرا، يتمنى الرجعة إذا وقف بين يدي الله، لكن أنى له ذلك. قال ربنا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فبادر أيها الحبيب بالعمل قبل الرحيل وقبل النفخ في الصور. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا عباد الله، الكيس من تاب إلى الله ذو الجلال والقدرة والكمال قبل انقضاء الآجال وتحقق العذاب والنكال، وقبل سوء المصرع والمآل، فمن لم يتب كان مع أهل الكفر والضلال الذين يستحقون الخزي والوبال. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. يا باغي الخير أقبل فالباب غير مقفل، يا من أذنب وعصى وأخطأ وعتى تعال فلعل وعسى، يا من بقلبه من الذنوب جروح تعال فالباب مفتوح والكرم يغدو ويروح، يا من ركب مطايا الخطايا تعال إلى ميدان العطايا، يا من اقترفوا فاعترفوا لن تنسوا
قل يا عبادي الذين أسرفوا يا من بذنب باء وقد أساء تذكر يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أسقت بغي كلبا فأرضت ربا ومحت ذنبا قتل رجل مئة رجل ثم تاب إلى الله عز وجل فدخل الجنة على عجل. قال النبي المصطفى السيد المجتبى خير الخلائق والورى الذي وعده ربه بالدرجات العلا صاحب الشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. والحديث عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. التائبون يغشاهم فضل من الله لأنهم حفظوا الله وذكروه ولم ينسوه، فحفظهم وطمأن نفوسهم وكلاهم برعايته وتولاهم بعنايته. وكذا من ضل عن منهج الرحمن وكان دأبه العصيان يكون جزاؤه من جنس عمله وحصاده من نوع زرعه تب إلى الله أيها العبد قبل مفارقة الأحباب وخلع الأسباب، وقبل أن تسكن التراب وتواجه الحساب في يوم عظيم عظيم وقد جردت من الثياب ثم إلى حسن المآب أو إلى سوء المآب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا عباد الله، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيء، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم، فكم تسدر في السهو، وتختال من الزهو، وتنصب إلى اللهو، كأن الموت ما عم. التوبة إلى الله طريق الفلاح والبركة والصلاح والفوز في الدارين والنجاح. أهل التوبة ينالون محبة الله الخالصة وعنايته الخاصة، ولهم الأمن إذا جاءت الصاخة. قال ربنا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من حديث أنس: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا ساكن الدنيا أمنت زوالها، ولقد ترى الأيام دائرة الرحى، أين الأولى بنو الحصون وجندوا فيها الجنود تعززا، أين الأولى؟ أين الحماة الصابرون حمية يوم الهياج لحر مجترب القنا، وذوو المنابر والعساكر والدساكر والمحاصر والمدائن والقرى، وذوو المواكب والمراكب والكتائب والنجائب والمراتب في العلا. أفناهم ملك الملوك فأصبحوا، ما منهم أحد يحس ولا يرى، حتى متى لا ترعوي يا صاحبي، حتى متى وإلى متى. الله ودود وغفور، وهو وحده الرحيم الشكور، فارجع إليه أيها المغرور قبل الويل والثبور. قال ربنا في الحديث القدسي والحديث عند الترمذي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا من أساء وظلم، أما علمت أن دمعة الندم تزيل أثر زلة القدم؟ أنت تتعامل مع من عرض التوبة على الكفار وفتح طريق العودة أمام الفجار، وأمهل بكرمه الأشرار، أنزل بالعفو كتبه وسبقت رحمته غضبه، والله ما لمحت عيني منازلكم ولا تذكرت مغناكم وأرضكم، إلا توقد جمر الشوق في خلدي، إلا كأن فؤادي طار من جسدي. أهل التوبة تشفع لهم ملائكة الرحمن،
وتسأل الله أن يتوب عليهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يتقبل توبتهم وأن ينجيهم من عذابه وأن يمن عليهم بدخول جنانه. قال ربنا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا من أسرف على نفسه بالمعاصي لا تقنط من رحمة الباري واخضع خضوع الراجي وإياك والتمادي وأجب نداء المنادي. يقول ربنا وهو ينادي عباده للتوبة وإليها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عباد الله، قال ربنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية. خير من الساعات في فيء القصور العالية تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. هذه وصيتي مخبرة بحالية، طوبى لمن يسمعها تلك لعمري كافية. فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية. يا عباد الله، قد ذكر العلماء الأبرار الصالحون الأخيار شيئا من شروط التوبة، فمن تلكم الشروط أن ينتهي العبد عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم على ألا يعود إليه أبدا، وإن كان حقا من حقوق الناس تحلل منه قبل ألا يكون درهم ولا دينار. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين البنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد سنين قد قضيتها لعبا، قد آن أن تقصري، قد آن. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا، وكان زاجرنا بالحرص أغرانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا. صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. يا راكضا في ميادين الهوى فرحا، ورافلا في غثياب الغي نشوانا. قد مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى، قد كان ما كان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرؤوف الكريم.